بسم الله الرحمن الرحيم. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم للعلامة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله تعالى. هذا المقال بدأنا فيه في الحلقة الماضية ونكمله في تلك الحلقة، والمقال نشر في مجلة التوحيد سنة 1997 هجرية. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم في مجلة التوحيد للعلامة محمد صفوت نور الدين رحمه الله تعالى. بقية المقال وقفنا عند قوله: هل يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ والجواب عن ذلك أنه لا يرى يقظة في الدنيا بعد دفنه صلى الله عليه وسلم في قبره، وإنما قوله فسيراني في اليقظة يحتمل بها أهل عصره ممن آمنوا ولم يصاحبوه أنهم سيهاجرون إليه ويلتقون به، ويكون ذلك إخبارا صادقا بوحي من الله تعالى أو معناه، فسيرى تأويل هذه الرؤية في اليقظة ويرى صحتها. وقيل معناه سيراه في الآخرة رؤية خاصة من القرب والشفاعة له بعلو الدرجة، ولا يحجب عن رؤيته حينما يحجب من أهل المعاصي يوم القيامة من يحجب عن الرؤية، ولا يجوز حمل ذلك على رؤيته يقظة في الدنيا كما يدعي كثير من الصوفية وأرباب الأهواء. قال ابن حجر: وهذا مشكل جدا، ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة، ولا أمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة. ويعكر عليه أن جمعا جما رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة، وخبر الصادق لا يتخلف. أي لو كان ذلك المعنى حقا لكان كل من رآه في المنام يراه في اليقظة، وذلك هو الذي تكذبه أخبار من استفاضت رؤيتهم له في النوم. هل للنفس حظ في الرؤية؟ إذا كان الحديث من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجة الرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فقد نفى الحديث حظ الشيطان في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي حظ النفس. ولذلك فإن شراح الحديث ذكروا أن ما خالف فيه سورة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبل الرائي، أي من حديث نفسه، فإن خيلت إليه نفسه لم يكن ذلك من الحق، وإنما يرجع تأويلها إلى النفس وما شغلت به. وقال ابن أبي جمرة: ومنهم من قال إن الشيطان لا يتصور في صورته أصلا، فمن رآه في صورة حسنة فذلك حسن في دين الرائي، وإن كان في جارحة من جوارحه شين أو نقص فذلك خلل في الرائي من جهة دينه. قال: وهذا هو الحق. ثم قال: وكذلك يقال في كلامه صلى الله عليه وسلم في النوم: يعرض على سنتي، فما وافقها فهو حسن، وما خالفها فالخلل في سمع الرائي. فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي أو بصره. ولا يمكن قصر الحديث من رآني فقد رآني على الصحابة فحسب، حيث أن الصحابة رضوان الله عليهم لما حدثوا به الناس لم ينقلوا ذلك القصر، بل نقلوا خلافه، كما كان ابن عباس يسأل الرائي عن الهيئة التي رآها ليقر الرائي على رؤياه أو ينفيها. وكذلك كان من بعده إمام المسلمين في التعبير محمد ابن سيرين، فالحديث عام في كل راء، ولكن لا يستطيع أن يجزم بأنه رآه إلا من عرف صورته كالصحابة الذين عاصروه أو التابعين الذين رأوا مثاله صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنته أو في الحسن ابنها رضي الله عنهما. هل يشترط لرؤيته أن يراه على الصورة التي كان عليها؟ جاء في الفتح: كان محمد ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم ترى. وسنده صحيح، ووجدت له ما يؤيده، فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب: حدثني أبي
قال قلت لابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال صفه لي قال ذكرت الحسن بن علي فشبهته به قال قد رأيته وسنده جيد ويشهد له ما رواه أحمد في مسنده عن يزيد الفارسي قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم زمن ابن عباس قال وكان يزيد يكتب المصاحف قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم قال ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت قال قلت نعم رأيت رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض حسن المضحك أكحل العينين جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحرة قال عوف لا أدري ما كان مع هذا من النعت قال فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا وهذا يدل على أن الراسخين من أهل العلم اشترطوا لصحة رؤيته أن يكون على صورته التي حجب الشيطان عن التمثيل بها قال العيني في العمدة في معنى إن الشيطان لا يتمثل في صورته هي على حقيقته وهي التخطيط المعلوم المشاهد له صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر وعن هذا وضعوا لرؤيته صلى الله عليه وسلم ميزانا وقالوا رؤيته صلى الله عليه وسلم هي أن يراه الرائي بصورة شبيهة لصورته الثابتة ثابتة حليتها بالنقل الصحيح حتى لو رآه في صورة مخالفة لصورته التي كان عليها في الحسن لم يكن رآه صلى الله عليه وسلم مثل أن يراه طويلا أو قصيرا جدا أو يراه أشعر أو شديد السمرة ونحو ذلك ويقال خص الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن رؤية الناس إياه صحيحة وكلها صدق ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم كما خرق الله تعالى العادة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمعجزة وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة وذكر القرافي في الفروق أن رؤيته عليه الصلاة والسلام إنما تصح لأحد رجلين أحدهما صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله المعصوم من الشيطان فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته عليه الصلاة والسلام وثانيهما رجل تكرر عليه سماع صفاته المنقولة في كتب السنة حتى انطبعت في نفسه صفته عليه الصلاة والسلام كما يجزم به من رآه فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته عليه الصلاة والسلام وأما غير هذين فلا يحل له الجزم بل يجوز أن يكون رآه عليه السلام بمثاله ويحتمل أن يكون من تخيل الشيطان ولا يفيد قول المرئي لمن رآه أنا رسول الله ولا قول من يحضر معه هذا رسول الله لأن الشيطان يكذب لنفسه ويكذب لغيره فلا يحصل الجزم هل من رآه في النوم يطلق عليه أنه صحابي؟ الجواب لا لأن المراد الرؤية في حياته هل الحديث المسموع عنه في المنام حجة يستدل به؟ الجواب لا إذ يشترط في الاستدلال أن يكون الراوي ضابطا حال السماع والنوم ليس حال ضبط قال الشوكاني في إرشاد الفحول ولا يخفاك أن الشرع ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قد كمله الله عز وجل وقال اليوم أكملت لكم دينكم ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا قال فيها بقول أو فعل فيها فعلا يكون دليلا وحجة بل قبضه الله إليه بعد أن كمل لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت وإن كان رسولنا حيا وميتا وبهذا نعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله حجة عليه ولا على غيره من الأمة وفي البحر المحيط ولا يجوز
أن يثبت بالرؤيا شيء، حتى لو رأى واحد في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بحكم من الأحكام لم يلزمه ذلك. وذكر في تهذيب الفروق: لا يلزم من صحة الرؤية التعويل عليها في حكم شرعي انتهى. أيها القارئ الكريم، إذا عرفت هذا عرفت حماية رب العزة لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وحمايته لشرعه الشريف. فمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته فقد رآه حقا، ولعلها أن تكون بشرى. وأما ما يحدث في الرؤية من قول أو فعل أو وصية فلا يؤخذ بها، إنما يؤخذ بالشرع، ولا يجوز لعبد أن يعمل بالرؤية ولو وافقت الشرع، إنما يعمل بالشرع، ولأنه مكلف به. والعمل بالمرئي شأن أهل البدع، والعمل بالمرائي شأن أهل البدع، والعمل بالشرع حلية أهل السنة. فانتبه، آداب الرؤية للرؤية آداب، حيث اعتنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا ما يقول لأصحابه بعد الفجر: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. فمن آدابها: أولا، إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر. هذه رواية أبي سعيد. وأما رواية جابر: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. ثانيا، الكذب في الرؤيا عليه وعيد أشد من الكذب في غيرها. ففي الصحيح عن ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وهي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أشد، لما جاء في رواية البخاري في كتاب العلم وعند أحمد: من رآني في المنام فقد رآني، إن الشيطان لا يتصور بي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثالثا، لا يحدث الرائي بتلاعب الشيطان. ففي حديث جابر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي جاءه فقال: إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام هذا، والله من وراء القصد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى مقال العلامة محمد صفوة نور الدين رحمه الله تعالى، تحت عنوان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، الذي نشر في مجلة التوحيد سنة 1997. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.